بلا يا استئذان دخلوا ودفعوا الباب على صدري برجل طاغي هم رفسها وانا خلف الباب دري قمت انا بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نقض العهود دعاك أوصاك خيرا بالوصيك كأنما متعمدا في بغضه وصاك أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا عليك في العلا أعلاك وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراك فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه والغدر حشو حشاك حتى إذا قبض النبي ولم يطول يوما مداك له سننت مداك فعدلت عنه إلى سواه ضلالة ومددت جهلا في خطاك خطاك وزويت بضعة أحمد عن إرثها ولبعلها إذ ذاك طال أذاك يا بضعة الهادي النبي وحق من أسماك يوم تقدست أسماك ما حاد من نار الجحيم معاند عن إرث والدك النبي
زواكي وعليك خزي يا أمية دائما وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار دام بقاك هلا صفحت عن الحسين ورحته هلا صفحت عن الحسين ورحته صفح الوصي أبي عن آباك وعففت يوم الطيف عفة جد المبعوث يوم الفتح عن طلقاك أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك أم هايل برزن بفتح مكة حسرا يا كنسائه يوم الطفوف نساء تالله لا أنساك زينب والعدا قسرا تجاذب عنك فضل رداك حتى إذا سلبوك صحت باسم أبيك إي واستصرخت ثم أخاها تستصرخي أسان وعز عليه أن وعز عليه أن تستصرخه ولا يجيب نداك قلت أخويا عدوانك يباروني أبطريج ما أعرف وصفه أو لا واحد من الولياء يا ندخن على الحرم شتفة أنا ردت بدر الهواش محاي وشوفا رايت بشفة وصوت يا الولي حياك يا خويا الحرم تترجاك جبتها من الوطن وياك اقعد شوف حالتها وحط شفك على متوني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصايا فيما يتعلق بتجهيزه ودفنه أوصى بها إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مما أوصى به النبي أوصى به أمير المؤمنين أوصاه بأن يغسله من بئر اسمها بئر غرس هذه البئر في ضواحي المدينة منطقة شوية أبعد من العوالي البئر لا يزال موجود رسول الله أوصى بأن يغسل من ماء تلك البئر بسبع قرب من ماء بئر غرس وأوصى النبي بأن يكفن بثوبين صحاريين صحاريين أي نسبة إلى صحار بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وآله نحبه بعد أن رحل إلى بارئه هذه الحوادث إنما
أبتدئ هالليلة بذكرها باعتبار أن رسول الله توفي يوم الاثنين ودفن في يوم الأربعاء، أي بعد ثلاث من يوم وفاته، وإحنا اليوم المنصرم هو اليوم الثالث من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإحنا نعيش هذه الحوادث، إحنا الآن نعيش أجواءها. الإمام أمير المؤمنين من بعد ما قضى النبي نحبه ما فارق جثمان النبي، كما أن أمير المؤمنين لم يفارق رسول الله طيلة أيام مرضه أبدا. جثمان النبي الطاهر الإمام أمير المؤمنين ما تركه، وكما هو معلوم أيضا أن رسول الله ما شيعت له جنازة، قضى رسول الله نحبه في تلك الحجرة التي جحز النبي فيها، غسل فيها وكفن فيها وصلي عليه فيها، وواراه أمير المؤمنين عليه السلام في نفس تلك الحجرة. المهم الإمام أمير المؤمنين أدخل معه ابن عمه الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، أدخله أمير المؤمنين ليعينه على تغسيل الجثمان الطاهر للنبي بعد أن عصب الإمام عينيه. غسل جثمانه كما أوصى بسبع قرب من بئر غرس، حنطه أمير المؤمنين بالحنوط الذي قد أقبل به جبرائيل من الجنة. اليوم المقدار الشرعي اللي يستحب أن يحنط به الميت أن تكون زنة الكافور 13 مثقال وثلث المثقال، هذا الرقم هو 40. جبرائيل هبط من الجنة بكافور يزن 40 مثقالا أعطاه للنبي صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله قسمه إلى 3 أثلاث، ثلث لنفسه وثلث لبضعته الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وثلث للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بما أن النبي والزهراء وأمير المؤمنين عليهم السلام وعلى آلهم قد حنطوا بكافور يزن 13 مثقالا وثلث المثقال، من ذلك أخذ هذا الاستحباب الشرعي في زنة الكافور الذي يستحب به أن يحنط جثمان الميت. فحنطه أمير المؤمنين بهذا الكافور، ثم كفنه كما أوصى النبي بثوبين صحاريين، ثم خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى الناس في المسجد، والناس في المسجد يخوضون في من يأمهم في الصلاة على جثمان رسول الله وفي المكان الذي يختارونه لدفن النبي. طبعا الصلاة كصلاة فعلية صلاها الإمام أمير المؤمنين، أول من صلى على النبي جبار السماوات والأرض، لكن كصلاة لابد وأن تؤدى على الجثمان الطاهر، أداها الإمام أمير المؤمنين. في رواية أن الإمام قد أداها منفردا بمفرده، وفي رواية أنه قد صلى خلف الإمام 6 أنفار وهم المقداد وأبو ذر وسلمان والحسن والحسين، وخلفهم الزهراء فاطمة سلام الله عليهم. فعلى كل، الإمام أمير المؤمنين هو من أدى تلك الصلاة. الإمام لما خرج إلى الناس ذكرت لك كانوا يختلفون من الذي سيتقدم ويأمهم في الصلاة على جثمان النبي، وأين يدفن رسول الله. الإمام أمير المؤمنين قال لهم إن الله لا يقبض روح نبي من أنبيائه إلا في المكان الذي قد اختاره لرمسه، في المكان الذي قد اختاره لمدفنه، فعلى ذلك يدفن النبي في البقعة التي قد قبض فيها. البعض ارتأى أن النبي يدفن في صحن المسجد، البعض ارتأى أن يدفن النبي في البقيع. أما بالنسبة لموضوع الصلاة، تدري من يتقدم ومن يأم الناس في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله هذا راح تجعل إلى اعتبارات، وتقدمه في الصلاة على الجثمان الطاهر لربما ستتخذ ذريعة على تقديمه وتفضيله على من سواه. ومستبعد جدا أنهم يسمحون للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن يتقدم للصلاة على جثمان النبي. لذلك أمير المؤمنين قال لهم إن رسول الله هو إمامنا حيا وهو إمامنا ميتا، فالصلاة تكون على جثمانه بأن يدخل عليكم أو منكم على الجثمان الطاهر إلى الحجرة التي فيها الجثمان الطاهر، يدخل منكم فوج بعد فوج ليصلوا على الجثمان بقراءة الآية المباركة
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا إلى أن دخل أهل المدينة جميعا وأهل العوالي ومن هم في أطراف المدينة دخلوا إلى تلك الحجرة التي فيها الجثمان الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله. من بعدها أمير المؤمنين عليه السلام، تدري هذه المسألة الأعداد مو أعداد قليلة، هؤلاء كلهم قد دخلوا إلى تلك الحجرة ونظروا إلى الجثمان وقرأوا عند الجثمان الآية الكريمة. من بعد ذلك إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه أراد مواراة الجثمان الطاهر، بعث الإمام على أبي عبيدة ابن الجراح، وكان يحفر لأهل مكة ويضرح، وبعث الإمام على زيد بن سهل وكان يحفر لأهل المدينة ويلحد. شنو معنى ذلك؟ أهل مكة كانوا يدفنون بطريقة الشق المكي، يشقون في الأرض شقا اللي هي طريقة الضريح، يضرحون. أهل المدينة طبعا هاي الطريقتين، أهل المدينة كانوا يدفنون بطريقة اللحد يلحدون، هاتان الطريقتان كانوا يدفنون عليهما قبل الإسلام. الإسلام أقر هاتين الطريقتين، لكن الشيء الوحيد هو أن يوجه بالميت إلى جهة القبلة. الإمام أمير المؤمنين بعث على أبي عبيدة وعلى زيد بن سهل، أبو عبيدة يحفر بطريقة الشق المكي وزيد بن سهل يحفر بطريقة اللحد المدني. طبعا الأئمة سلام الله عليهم جميعا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وآله قد دفنوا بطريقة اللحد المدني، باستثناء إمام واحد فقط من الأئمة عليهم السلام وهو إمامنا الباقر. الإمام الباقر أوصى بأن يشق له، بأن يدفن بطريقة الشق. سأل ليش الإمام الباقر أوصى بهذه الوصية من بين سائر الأئمة يدفن إمامنا الباقر شقا لا لحدا؟ ليش؟ هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. المهم الإمام بعث عليهما، حضر زيد بن سهل ولم يحضر أبو عبيدة. الإمام لما بعثهما قال اللهم اختر لنبيك، أنت اختار للنبي منهما. فحضر زيد ولم يحضر أبو عبيدة، فأمره الإمام عليه السلام بأن يحفر للنبي صلى الله عليه وآله وأن يلحد. أتم الحفر. الحجرة لم يكن حينها في الحجرة اللي فيها جثمان النبي صلى الله عليه وآله والتي حفر فيها القبر، لم يكن فيها غير الإمام أمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس. الأنصار من خارج الحجرة جعلوا ينادون يا أبا الحسن ننشدك الله وحظنا من مواراة النبي صلى الله عليه وآله، أنتم الآن أنتم الموجودون داخل الحجرة، أنت وعمك العباس والفضل بن العباس ابن عمك، أنتم الثلاثة من المهاجرين، ماكو بيكم أنصاري، ولا نريد أن يتعدانا هذا الفضل أن يشترك واحد منا بمواراة النبي. أدخل النبي واحدا منهم من الخزرج وكان من صحابة النبي من البدريين، أنزله في داخل القبر الشريف وقد أدل الجثمان الطاهر على يديه، ثم أمره أن يخرج من القبر فخرج. ثم نزل الإمام عليه السلام، كشف وجه النبي وقد وضع خده الأيمن على التراب موجها به جهة القبلة، أشرج اللبن أهال التراب، ثم ربع الإمام القبر لتدخل الزهراء سلام الله عليها إلى تلك الحجرة ولتقع على قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله منشدة تلك الأبيات المعروفة: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. الإمام أمير المؤمنين لما أتم مواراته لجثمان النبي صلى الله عليه وآله أخبر أمير المؤمنين يا أبا الحسن الأمر قد تم، قد بويع بالخلافة من بويع بها، والأمة لم تلتزم بما أمر به الله تبارك وتعالى وما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يكون الأمر فيك، من أن تكون أنت الخليفة بعد النبي. هذا الأمر وهو استخلاف النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين،
هذا النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر أعطاه مساحة من التبليغ إلى الدعوة أو من تبليغ دعوة الإسلام ما أعطاه النبي لأي ثابت آخر من ثوابت الدين. إذا ترجع إلى أي شيء، إلى أي ثابت، إلى أي أمر من الأوامر التي قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجد أن تلك الأوامر، خذ أي أمر منها، لا تجد أنه قد أخذ المساحة التي قد أخذها أمر استخلاف النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين. الاستخلاف أخذ المساحة الأكبر، بحيث رسول الله قد خالف ما جرت عليه عادات الأنبياء الذين قد مضوا من ذكر أوصيائهم في أخريات حياتهم. شنو معنى ذلك؟ هذا يحتاج فد مقدمة بسيطة. إذا نرجع إلى الأنبياء السابقين نقارن سيرهم مع سيرة نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خالف سيرهم بأمرين. ما هما الأمران؟ الأول، ما من نبي من الأنبياء قد طلب أجراً على تبليغ الرسالة، على تبليغ ما بلغه عن الله تبارك وتعالى، ما أكو نبي من الأنبياء قد طلب على ذلك أجراً. الآية التي تتحدث عن لسان إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، قل لا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، أجر من الله، لا أطلب منكم أجراً. الآية تحدثت عن لسان إبراهيم لكنها تتحدث عن الواقع، عن واقع الحال الذي قد كان عليه الأنبياء جميعاً، ما طلبوا على تبليغ الرسالة من أجر. إذا نجي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله، رسول الله طلب أجراً على تبليغ الرسالة أم لا؟ طلب، رسول الله طلب أجراً على تبليغ الرسالة. الأجر الذي قد طلبه رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الأمر ينبغي أن تقوم به الأمة بمفردها، اللي هو أن يحفظ في أهل بيته. فأجر النبي على تبليغ الدعوة ما هو؟ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. إذن اللي يريد يجزيني أو الذي يحفظهم واللي يودني ومن يحفظ قرباي، هذا معناه سوف يجزيني، راح يجازيني، واللي يجازي النبي معناه يجازي منه، سيجازي الله، راح يجزي الله، ومن يجزي الله وجبت له الجنة. فكأنما رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك يريد يبين، يقول اللي يريد يعطيني الجزاء لما بذلت وأعطيت فليحفظهم فإنه بذلك سيجزيني، واللي يجزيني سيجزي الله، ومن يجزي الله وجبت له الجنة، أعطاه الله جنانه. الآن هذا فد موضوع إذا أردنا أن نتحدث به راح يأخذ من عندنا مساحة طويلة ووقت طويل، نرجئه إن وفقنا لذلك إلى ليال أخر. لكن المهم، هذا أول أمر من أمرين رسول الله صلى الله عليه وآله نراه قد خالف فيه سيرة من مضى من الأنبياء. الأنبياء الماضون، من سبق النبي من الأنبياء، ما طلبوا أجراً على تبليغ الرسالة باستثناء النبي. الأمر الثاني، الأنبياء الماضون، كل نبي من الأنبياء له وصي أو له أوصياء، هذا سنن إلهي مفروغ منه. ماكو نبي خرج من الدنيا أو غاب عن قومه إلا وقد خلف وصياً أو قد خلف أوصياء، مو بس وصي واحد، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن اللي يختلف به النبي عنهم أن الأنبياء يجيهم الأمر من عند الله أن يبلغوا الناس أوصياءهم متى؟ في أخريات حياتهم. خلنا نأخذ على سبيل المثال موسى على نبينا وآله وعليه السلام. موسى غاب عن قومه قبيل غيبته، قبل لا يغيب بفترة بسيطة، إجاء الأمر من عند الله أن استخلف، اجعل إليك خليفة لأنك راح تؤمر بالغيبة، راح تغيب. فاستخلف وجعل له وصي، ووصيه في غيبته منه أخوه هارون. رجع موسى، توفي هارون في حياة أخيه موسى، اقترب الأجل من موسى، الله عز وجل جعل منية موسى ووفاته قريبة،
جاء الأمر من عند الله تبارك وتعالى أن سمي لك وصيا، الآن عليك أن تذكر خليفة، فذكر خليفته الذي ذكره قبيل وفاته وهو يوشع بن نون. المهم متى ذكر أن يوشع بن نون هو وصيه؟ ذكره قبيل وفاته. خلي نجي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله له وصي، ورسول الله سماه باسمه كما هي عادة الأنبياء، لكن رسول الله متى ذكر وصيه باسمه؟ متى سماه باسمه؟ قبيل وفاته كما فعل من سبقه من الأنبياء؟ الجواب لا، رسول الله ذكر وصيه باسمه في اليوم الذي قد قال فيه للناس أنا نبي قد بعثني الله إليكم، بالحديث المعروف بحديث الدار. رسول الله حين دعا عشيرته الأقربين ممتثلا أمر ربه وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم أخبرهم إن أخبرتكم أن وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم ما كنتم لتقولوا، إلى أن قال جئتكم بخير ما جاء به وافد قومه، جئتكم أدعوكم إلى عبادة الله، فمن يؤازرني منكم على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي ووارثي من بعدي؟ ما قام غير الإمام، أجلسه النبي، أعاد رسول الله قوله ثانيا، قام أمير المؤمنين أجلسه النبي بالمرة الثالثة، رسول الله قال له يا علي أنت أخي وابن عمي ووصي وخليفتي ووارثي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الحدث وهذا البلاغ الذي قد بلغه رسول الله إش قد عمره بالقياس إلى عمر الدعوة الإسلامية؟ وقع في أي تاريخ من عمر الدعوة؟ في اليوم الأول للدعوة، في أول يوم يقوم فيه النبي ويدعو الناس إلى الله قال لهم وصيه هو علي بن أبي طالب. وبذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا يخالف سيرة من سبقه من النبيين سلام الله عليهم أجمعين. طبعا هو رسول الله هذا بأمر من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله تبارك وتعالى مثل ما ذكرنا يشاء في سيرة نبيه أنه يطلب أجرا على تبليغ الرسالة لا كما كان من سير النبيين، وأن يذكر وصيه بتاريخ مبكر لا كما فعل الأنبياء الذين قد أخروا ذلك إلى أخريات حياتهم بأمر من عند الله تبارك وتعالى. فإذن رسول الله من أول يوم يقوم فيه للناس يذكر للناس بأن وصيه هو علي بن أبي طالب في اليوم الأول إلى وفاته 23 سنة. هذه 23 سنة كانت مليئة بنصوص رسول الله يذكرها أو يذكر استخلافه فيها لعلي بالنص الواضح الصريح، أو يومئ النبي إلى ذلك، وأحيانا من خلال حوادث رسول الله يشير إلى فضل علي ويبين منزلة علي عليه السلام، وتكون هذه الحادثة هي الحاكية عن استخلاف النبي لأمير المؤمنين. ومن تلك الحوادث الحادثة التي قد وقعت بمثل الليلة الماضية، وهي الليلة الأولى من شهر ربيع الأول، وأي حادثة وقعت فيها؟ مبيت أمير المؤمنين سلام الله عليه في فراش النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله هاجر هجرته المباركة الميمونة من مكة إلى المدينة بمثل الليلة الماضية في الليلة الأولى من شهر ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة. طبعا أكو فد اشتباه أو مو اشتباه، يعني الأمر مو اشتباه وقع بصورة عفوية، وإنما هنالك عمد في إيهام الناس بهذا الأمر، وهو أن الهجرة قد وقعت في اليوم الأول من شهر محرم. واضح الأسباب والدوافع ما هي؟ أسباب والدوافع أنه باعتبار أن رسول الله قد هاجر، المناسبة يشم منها رائحة فرح، وإن كان ما بها فد شيء يشير إلى الفرح لا من قريب ولا من بعيد. إذا هي سبب هجرة النبي أن أهل مكة وأن قريش أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله، أفي ذلك ما يفرح الأمة؟ طبعا لا، لكن الجماعة صوروها بصورة فرح أنه يراد منها إظهار الفرح،
وبالنتيجة قالوا هذا وقع في اليوم الأول من المحرم، فبالغوا في إظهار الفرح بحيث البعض يهنئ الآخر في سبيل التعمية على ما أمر به أهل البيت سلام الله عليهم وعلى ما أمروا بإظهاره من اليوم الأول من المحرم، وهو العزاء على سيد الشهداء سلام الله عليه. إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص جدي الحسين كما في الرواية عن الإمام الصادق وعن الرضا سلام الله عليهما، الخبر ورد عنهما لكن بنص متفاوت ببعض المفردات. إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص جدي الحسين فنراه بالبصر ويراه شيعتنا بالبصيرة، وهو مضرج بالدماء مخرق من ضرب السيوف وطعن الرماح فنستعبر لذلك. المناسبة وقعت في الليلة الأولى، الواقع أنها وقعت في الليلة الأولى من شهر ربيع الأول، طبعا شهر ربيع الأول في ذلك العام اللي هاجر منه النبي، هاجر فيه النبي. هو من صفر العداد وهاي الشهرين شهر محرم وصفر من احتسبهن ومن هالليلة راح نحتسب شهر محرم؟ لا، هو شهر محرم وصفر ظلا على وضعهن، ومن هالليلة الليلة التي هاجر فيها رسول الله هي الليلة الأولى من شهر ربيع الأول، وتمت تلك السنة والسنة اللاحقة بدأت من محرم إلى آخره، لكن الحادثة وقعت في تلك السنة فصارت السنة تعتمد كتاريخ، التاريخ الهجري اعتمدت كتاريخ، ولا ما إلها علاقة بشهر محرم لا من قريب ولا من بعيد. شهر محرم بداية السنة القمرية لكن ما إلى علاقة بحادثة الهجرة. المهم الحادثة، سعادة طلعنا عن موضوعنا، موضوعنا بأن رسول الله ما ترك طريق إلا وأشار من خلاله أو صرح باستخلافه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك الحادثة التي قد جرت بمثل الليلة الماضية. قريش شافوا أنه كل ما اتبعوه من أساليب في سبيل إخماد رسالة النبي صلى الله عليه وآله وإنهائها والحد من تأثيرها، تلك الأساليب لم تجد نفعا. شافوا ماكو إلا طريق واحد وهو أن يقتل النبي، أن يقتال صلى الله عليه وآله. كيف يقتال؟ رسول الله له عشيرة نظروا للموضوع من جانب قبلي، بنو هاشم سيطالبون قاتليه بدمه، شلون يمنع بنو هاشم من المطالبة بدم النبي صلى الله عليه وآله؟ يمنعون من ذلك حين يكون من يقدم على هذا الفعل لا يقدر بنو هاشم على مطالبتهم بدم النبي، وهو أنهم قد انتدبوا لهذا الأمر، من كل بيت قرشي انتدبوا رجلا ليضيع دم رسول الله ما بينهم. هؤلاء جميعا اجتمعوا في سبيل اغتيال النبي في تلك الليلة اللي هي الليلة الأولى من شهر ربيع الأول. وحي السماء أطلع النبي أن يا رسول الله قريش تأتمر بك وهم يريدون قتلك، والجليل الأعلى يأمرك بالهجرة. رسول الله أراد أن يهاجر لكن بطريقة يوهم فيها على قريش أنه لا يزال موجودا في مكة، بل لا يزال موجودا في بيته. الطريقة اللي يوهم فيها النبي عليهم بذلك بأن ينام بمكان النبي شخص، فراح قريش تتوهم من خلال هذا الفعل أن رسول الله لا يزال موجودا. من هذا الذي ينتدب لهذه المهمة؟ هاي مهمة التقديرات الطبيعية تقول بأن من يقوم بها ستنتهي حياته هذه الليلة، الليلة راح يقتل، لأن ذول اللي يدخلون إلى الحجرة التي هي حجرة رسول الله فينظرون إلى الفراش الذي هو فراش رسول الله قد نام عليه شخص، ما راح يحتملون ولا واحد بالألف أن هذا الشخص غير النبي، فسوف يقدمون على قتله. افترض أنهم علموا بأن الذي على فراش النبي هو ليس النبي، شخص آخر، هذا أيضا راح يعرض إلى القتل. فمن هذا الشخص اللي راح يؤدي هذه الوظيفة وسيقوم بهذا الدور؟ ما من أحد غير ذلك الذي كان يفدي النبي بمهجته، وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بعث عليه النبي، يا علي، أخبره رسول الله الليلة قريش يأتمرون بي وهم يريدون قتلي، وأنت تنام بمكاني بفراشي وتعتجر بردائي،
لكي توهم عليهم أني لا أزال موجودا. الإمام أمير المؤمنين أراد أن يسأل عن أمر، الأمر مو حياته ومو سلامته، هذا الأمر لم يكن ليعني شيئا لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أن يعيش أن يسلم من هالحادثة أو لا هذا ما يهمه، اللي يهمه هو سلامة النبي. قال أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى. قال إذا نفسي لنفسك الفداء وروحي لروحك الوقا، أنا ما أهم إن قتلت هذه الليلة أو لم أقتل، المهم هو أن تحيا أنت، أن تسلم أنت يا رسول الله. ينام الإمام أمير المؤمنين تلك الليلة، ينام هادئ البال مستقر مطمئن، وما كأن أكو عشرات خلف هذا الباب كلهم يريدون قتله، ما دام قد احتسب نفسه عند الله وهو في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد النتيجة ما كان الإمام عليه السلام لينظر إليها. الله يرحم حجي هاشم الكعبي، من يصورنا مبيت الإمام تلك الليلة على فراش النبي، يقول فعل الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة. مو كأن قعقعت لجم، ومو كأن هؤلاء الذين يريدون قتلك، نمت هادئا مطمئنا لأن أنت محتسب نفسك في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب. رسول الله وصل إلى المدينة، وصل تحديدا النبي إلى الأبواء، وصل في اليوم 12 من ربيع الأول، مثل ليلة أمس ليلة 1 طلع النبي من مكة، وصل إلى الأبواء في اليوم 12. الأبواء اللي يعرف مكانها اليوم بعد ما توسعت المدينة وكبرت صارت الأبواء فتضاحية من ضواحي المدينة، يعني من مناطق المدينة أصبحت الأبواء، يعني مكان قريب. رسول الله بقي فيها إلى اليوم 16 من ربيع الأول، ما دخل النبي إلى المدينة، بقي 4 أيام في الأبواء ولم يدخل إليها. طبعا الأبواء هاي قرية فيها لأهل البيت سلام الله عليهم، لهم فيها مزارع بساتين، بحيث الأبواء ولد فيها 4 من أئمتنا سلام الله عليهم، الإمام الباقر والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهم، وأيضا سيد محمد ابن الإمام الهادي، سيد محمد سبع الدجيل أيضا قد ولد في تلك البقعة في الأبواء. ليش النبي يبقى 4 أيام؟ النبي اللي إجا إلى المدينة مهاجرا، وأهل المدينة هم على أحر من الجمر لاستقبال النبي صلى الله عليه وآله، إذن لما لم يدخل النبي إلى المدينة وليبقى النبي 4 أيام في الأبواء؟ بقى هال4 أيام لأن أكو شخص مكانه من النبي هو مكان الصنو من الصنو، منزلته من نفس النبي هي منزلة النفس من النفس، ما أراد النبي أن يدخل دار هجرته من دونه، فبقي النبي بالأبواء حتى قدم علي بن أبي طالب سلام الله عليه بالفواطم، فاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وآله، فاطمة بنت الحمزة، وفاطمة بنت الزبير، ليدخل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة برفقة ذلك الأخ، برفقة ذلك الصنو، برفقة ذلك الذي تكون منزلته من النبي منزلة هارون من موسى. هذه الحادثة فيها ما فيها، احنا نعيشها تمر علينا ذكراها، فيها ما فيها من إشارة أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبينها للناس، ترى هذه هي منزلة علي بن أبي طالب، ومن يكون أو من تكون له هذه المنزلة هو الأجدر وهو الأولى وهو الحقيق بأن يكون وصيا للنبي. هذا إن اقتصرنا على هالحادثة، هب أن رسول الله لم يقل في علي غير الذي قاله في هذه الحادثة، غير أنه رسول الله له فيه نصوص ونصوص قد قال فيها بما لا يقبل فهما آخر، بأن علي بن أبي طالب هو وصي، هو خليفتي، وآخرها نص الغدير اللي شهوده 120,000، وال120,000 هؤلاء بأجمعهم دخلوا على الإمام وسلموا على الإمام بإمرة المؤمنين، سلموا على أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين. فالمهم
رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر لكن الأمة ما أطاعت، مثل ما ذكرنا ما استغرق من عمر الرسالة ثابت من ثوابت الدين لكي يبينه ولكي يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله كما استغرق تبليغه لولاية علي بن أبي طالب، لكن هذه الأمة عملت بخلاف ما أوصى به النبي. الشيخ الشفهيني أعلى الله مقامه بالأبيات التي قد بدأنا بها: يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نقض العهود دعاك، أوصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك، أولم يقل فيه النبي مبلغا: هذا عليك في العلا أعلاك، وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراك، إياك أن تتقدمي فإنه في حكم كل قضية أقضاك، فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه والغدر حشو حشاك. سلام الله عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا من أول يا أول مظلوم ظلم بعد وفاة رسول الله، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني بعد، النبي لم يقبر والقوم يتدارسون كيفية صرف الخلافة عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. سلام الله عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب. الإمام بيوم من أيام خلافته في الكوفة يمشي الإمام سمع رجلا ينادي أنا مظلوم، يستنصر، أقبل عليه الإمام، والإمام هو الخليفة اللي من واجباته أن يرد الظلامات إلى أهلها، ما هي ظلامتك؟ ذكر ظلامته للإمام، الإمام أراد أن يسلي واسي، قال له: اعلم أني مظلوم عدد الحجر والمدر، إذا أنت مظلوم وذكرت لي ظلامتك فأين ظلامتك مما جرى علي؟ وأنا ظلامات بهالمقدار، أنا مظلوم عدد الحجر والمدر، إيش قد أكو حجر مدر على وجه الأرض، أنا مظلوم عدد ذلك. سلام الله عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن. شوف النبي يأمر والأمة تخالف، هالأيام راح تبدأ المصائب. الزهراء وما جرى عليها من هجوم على دارها، ترى ما أخذ أكثر من 3-4 أيام من بعد وفاة النبي على أكثر التقادير، يعني مثل باشر مثل بعد باشر على أكثر التقادير هجومهم على بيتها سلام الله عليها، وما تبع الهجوم من ظلامات جرت على البضعة حتى وفدت على أبيها. لكن بأي حال قد وفدت؟ وفدت بجنب مكسور وبعين محمرة وبجنين مسقط، شاكية لأبيها ما جرى عليها من أمته من بعده. وهكذا تبقى الأمة تجزي نبيها بما جرى على أمير المؤمنين حتى أردي صريعا في محراب صلاته، ثم ما جرى على ولده الحسن وهو يتجرع الغصة تتلو الغصة حتى جرعوه السم ليقي كبده في الطشت قطعة قطعة، لكن الجزاء الأوفى الذي قد قدمته الأمة للنبي فيما جرى على ولده الحسين يوم عاشوراء، يوم أن عدوا على أبنائه قتلا وعلى أبنته سبيا وتشريدا. إهنا جزاء الأمة للنبي، إهنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إهنا يظهر من الأمة للنبي. لذا الحوراء سلام الله عليها مما نادت به عصر عاشوراء، نادت حين وقفت على مصرع الحسين، نادت: وجداه ومحمداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى، هذا الذي لطالما كنت تقول فيه حسين مني وأنا من حسين، ليتك يا رسول الله حاضر لترى ما قد حل فيه من بعدك، هذا حسينك بالعرى مسلوب العمامة والرداء، وبناياتك سبايا، قلنا يا جدي ما اسبح حد وقف دوني، أولا نغار غمض لعيوني، يعالج يعالج بالشمس
من خطف لونة ولا واحد بحلقة ما يقطر. وشنو الأمة انتهت بعد ظلمها لأهل بيت النبي ينتهي بما جرى بقتل الحسين يوم عاشوراء؟ لا، الأمة ظلت تجزي رسول الله فيما جرى على بنات النبي، على عيالات الحسين من بعد قتل الحسين. هاي المصيبة اللي ما تقل في فداحتها وفي ألمها وفي ظلامتها عما جرى على الحسين، أن زينب ابنة أمير المؤمنين وتسبى من بلد إلى بلد ومن ظالم تهدى إلى شر ظالمي. هيك تجزيك الأمة سيدي يا رسول الله. المنهال ابن عمر يقول شفت الإمام زين العابدين بالشام أيام الأسر أيام السبي، يقول أقبلت عليه قلت له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال لي يا ابن عمر أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل محمد مشردين مظلومين. يقول بالأثناء وإذا بامرأة قد أقبلت عليه تناديه إلى أين يا حمانا، إلى أين يا رجانا، تركني ومضى إليها. سألت عنها فقيل لي هذه عمته زينب. سيدي سيدي يا رسول الله أمتك جازتك يا خير الأنام، أمتك جازتك يا خير الأنام، أسياطهم تلعب على رأس ليتام، والخيام كان تنشد الخيام مو خيام يا المصطفى صار الجمور. سيدي من أمتك هذا الجزء يا المصطفى خدرك بطف كربلاء وجو انطفى. يا ابو الزهرة يا ابو الزهرة وهاي ساعة الوفاء، هاي ساعة الوفاء بدت من طاح ابو اليمة من المهور. سلام الله عليك سيدتي ومولاتي يا زينب الحوراء، وهي بالشام وهي بأي موقف من مواقف السبي. وتراها للآن عيالات الحسين بعدهن ما وصل للمدينة. خرجنا من كربلاء بزيارة الأربعين، خرجنا من كربلاء في اليوم 22 من صفر، بس بعدهن هن الآن في طريقهن إلى المدينة. زينب تتمنى بكل موطن من مواطن السبي، كانت تتمنى من يصل إلى المدينة، من يعلم أهلها من بني هاشم بما يجري عليها. قل من يرقى السبوق، من يرقى السبوق ويقطع البار ويصل حيها لويا الفجر لو طار، لو صاح الأذان الله وكبار يطر ديوان عبد المطلب طار، وينادي وين حمزة وين جعفر جعفر، والله فرن بالبراء ابن حذا. تلشم قلبك أكيد، والليلة ليلة جمعة، الآن القلوب ترفرف على ضريحك. سيدي يا أبا عبد الله، الليلة صحائف أعمالنا تعرض على إمام زماننا، نخليها وبيها دمع على ما جرى على عمته الحوراء زينب. فرن بالبرار بنات حيدار، توجع قلبك تحز بقلب المؤمن الغيور. قل ويا هلاي ويا هلاي أنا دمع ما أبطل سيلة، ويا هلاي ويا هلاي يتيمة من زغر سني، ويا هلاي اللي ما
مشروح ومعاتب ويا من ويا هلاي ويا هلاي اش عجب للساع ما نجدوا علي يا اش عجب للساع ما نجدوا يا وعلى قل يا اهل الشيا يا 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 امشي يا نبتراني على لسان حالها سلام الله عليها يا اهل الشيا يا 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 امشي يا نبتراني انا مخدر يا 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 وخدر ما لثاني اي والله ما لثاني منو مثل السيدة بالخدير بالجلالة بالعظمة ما لثاني يا 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 أنا وبكربلة يا دهر ولواني سطرني يا 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 على عيوني وعماني بجمرة يا 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 تعرس جاسم شواني بطبرايات الأكبر من لفاني وبعد سيدتي والله بعمود وفاضل دهاني أنا وسهم لي مثلث من إجاني والله لضلوع خياطها وحناواني سرت حسرين عنها الخدور تهتكيت بحال لها شم الجبال تدكدكيت فإن هي حنت من لضال وجد أو بكيت يقنعها بالصوت شمر فإن شكت فإن شكت يؤنبها زجر ويوسعها زجرا إلهي بنبيك نبي الرحمة بآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن الذابين عنه والمستشهدين بين يديه إلهي بغربة الحسين يا الله يسر أمورنا واقض حوائجنا يا اقض اللهم حوائجنا وحوائج المحتاجين جميعا احفظ اللهم شيعة علي أمير المؤمنين وادفع السوء والبلاء عنهم وفرج عن المكروبين منهم وأني الحاضرين حاضرات تقبل اللهم أعمالهم جميعاً ويسر أمورهم ومن على مرضاهم وعلى مرضانا وعلى مرضى المؤمنين ولا سيما من سئلنا الدعاء له إلهي اشفهم بشفائك وعافهم بعافيتك وألبسهم منك ثوب عافية وصحة يا الله يسر أمورنا وأمور الحاضرين جميعاً واقض اللهم حوائجنا وحوائج المحتاجين إلى موتانا وموتاكم وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات. بلا يا استئذان دخلوا ودفعوا الباب على صدري برجل طاغي وانا خلف الباب يدري
قمت نادي و